سيدي بالأمس عندما تم تلاوة توجيه الاتهام بنت المحكمة الموقرة قولها على أساس ما قدم من بينات من قبل الادعاء العام. الحقيقة التي قفزت عليها المحكمة مع الاحترام هو أنه تضمن قرار الاتهام مصطلح يزعم بتبادل إطلاق الرصاص. الحقيقة المؤكدة حقيقة أن الخلفية السياسية لهذه القضية واضحة كل الوضوح بدليل ما سوف أقرأه الآن هو بيان صادر عن حزب الدعوة تبنى العملية في ذلك الوقت. الشاهد موجود يعني. هي ملاحظة. هي ملاحظة سيدي. أنا أكو شاهد ومناقشة الشاهد. دقيقة أستاذ. أنت حضرتك محامي متمرس ومحامي تعرف الوقائع. صحيح. إحنا أمام مناقشة شاهد بخصوص قضية إطلاق نار. صحيح. في بلدة الدجيل. صحيح. هو جاي كشاهد دفاع عن متهم آخر، أنت تثير موضوع مفروض هذا تثيره ضمن مطالعتك القانونية. إذا تسمح لي أستاذ رؤوف، ترى أنا لا أثيره، يعني أنا لا أثيره، ما نقبل استغلال المحكمة لأغراض سياسية وأغراض أخرى. لا أثير الموضوع. إذا عندك سؤال أستاذ، إذا عندك سؤال بخصوص شهادة المتهم فبها، إذا ما عندك تفضل مكانك. إذا تسمح لي سيدي، بس إذا تسمح لي، إحنا لو مطلبنا من سيادتكم مراجعة قانون المحكمة حتى يتسنى لنا وفق قانون أصول محاكمات الجزائية أن يتم إحضار باقي الموكلين حتى نستمد شرعيتنا من حضورهم، نحن لا نتجاوز عن الحقيقة القانونية ولا يمكن أن نمتلك لا سمح الله هذا التجاوز، لكن بمعايير الأحكام العامة للمبادئ القانونية نتحدث بالإطار العام للمبادئ. أستاذ الشهادة يخص متهم.